هل كتاب الحديث والسيرة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول. هنبدأ إن شاء الله بالوحدة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام، وحيكون عندي الدرس الأول هذه في الطهارة، ثم ننتقل إلى تيسير صلى الله عليه وسلم في أمر الطهارة، حيكون عندي حل النشاط 2 الصفحة 10. هننتقل إلى التقويم وأصحح العبارات الآتية إذا كانت غير صحيحة، ثم الدرس الثاني فضل الوضوء وحل النشاط رقم 1، ثم ننتقل نتعرف على معاني الحديث وتعرف على عمر الخطاب رضي الله عنه مع حل النشاط رقم 2، ثم ننتقل إلى حل التقويم واستنبط الفائدة من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. الدرس الثالث هذه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الصبح 16، ثم حرصه على الرواتب عليه أفضل الصلاة والسلام، حل النشاط 1 و2 الصفحة 18، ثم انتقل للتقويم واختيار الإجابة الصحيحة، وبعدها ننتقل إلى الدرس الرابع وفضل الصلوات الخمسة، أتعرف على أبي هريرة رضي الله عنه، ثم حل التقويم أميز الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح الصلوات الخمسة، وهيكون عندي جميع ما سبق. أما الدرس الخامس الصفحة 23، ثم ننتقل بعدها إلى الصفحة التالية وحل النشاط 1 وحل النشاط 2. هننتقل إلى حل التقويم، هيكون عندي اختيار إجابة صحيحة بوضع علامة صح أمامها، ثم فضل يوم الجمعة الدرس السادس، حيكون عندي أتعرف على سلمان رضي الله عنه مع حل النشاط رقم 1. أما النشاط رقم 2 والتقويم حيكون عندي صفحة 29، ثم ننتقل إلى الدرس السابع هديه صلى الله عليه وسلم في العيد وحل النشاط 1 و2 وحل التقويم وعدد آداب العيد، ثم الدرس الثامن وهو عيد المسلمين، أتعرف على أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم النشاط رقم 2 معلومات إثرائية الصفحة 34، والتقويم أكمل الفراغات الآتية بما يناسب وعدد سنن العيد، ثم الدرس التاسع صفحة 36، نشاط 1 و2 الصفحة 37. هننتقل ما الآثار المترتبة على منع الأغنياء للزكاة، السؤال الأول والثاني، ثم الدرس العاشر فضل الزكاة والصدقة. مما يستفيد من الحديثين مع حل النشاط رقم 1، حيكون عندي حل التقويم مذكور بعض فضائل الزكاة، والسؤال الثاني بالرجوع إلى أسرتك ومناقشتك حول عبادة الزكاة. أما الدرس الـ11 هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام مع حل النشاط رقم 2 والتقويم أكمل الآتي الصيام هو، ثم الدرس الـ11 وهو فضل الصيام، ثم مما يستفيد من الحديث تعرف على أبي هريرة رضي الله عنه مع معلومات إثرائية والتقويم أميز التكملة الصحيحة بوضع علامة صح هديه صلى الله عليه وسلم في الحج، هيكون صفحة 48 حل النشاط رقم 1. أما النشاط والتقويم من مظاهر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج محل السؤال الثاني. أما الدرس الـ14 راح نكتب فضل الحج وتعرف على معاني الحديث، مما يستفيد من الحديث تعرف على أبي هريرة وحل النشاط 1. أما التقويم 1 و2 الصفحة 57. ثم الأسئلة العامة للوحدة الأولى الصفحة 53، أشار النبي إلى الاغتسال عليه الصلاة والسلام من النهر بقوله ماذا تعلمت في هذه الوحدة الصفحة 54. هننتقل إلى الوحدة الثانية تعبد النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس الأول هدي في العبادة، ثم حل النشاط رقم 1 الصفحة 57. هننتقل إن شاء الله إلى حل النشاط رقم 2
لأن بذلك يكون قد كلف نفسه ما لا يطاق. ثم التقويم، أمامك مجموعة من الأعمال، طبعا أعمال تشغل عن العبادة وأعمال تعين على استمرار العبادة. الدرس الثاني وهو المداومة على العمل مع حل النشاط 1 والنشاط 2، الصفحة 61. ثم ننتقل إلى حل التقويم، استنتج لما كان العمل القليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع. هننتقل إلى الدرس الثالث، وهدي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، الصفحة 63. ثم حل النشاط رقم 1، اذكر أكبر عدد من الأساليب المشوقة التي يمكن أن تقنع بها حالك لتحقق بجملة القرآن. ثم حل النشاط 2، مع حل التقويم اذكر صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. هننتقل إلى الدرس الرابع، وهديه عليه الصلاة والسلام في التدبر، حل النشاط 1 و2، الصفحة 67. أما التقويم راح يكون عندي إن شاء الله الصفحة 68، والآثار المرتبة على هجة الإنسان المسلم للقرآن. أما الدرس الخامس فضل تلاوة القرآن الكريم، تعرف على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الصفحة 70. ثم النشاط 1 وكذلك الأمر حل النشاط 2. وورد في الحديث تشبه لكل من المؤمن والمنافق كما في الشكل الآتي، الصفحة 72. أما التقويم فاختيار الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح أمامها. والحنظل هو نبات ليس له ريح ولا طعم، أو طعمه مر عفوا. الدرس السادس هديه عليه الصلاة والسلام في الذكر، حيكون عندي إن شاء الله الصفحة 76. أما النشاط رقم 2 والتقويم اختيار الإجابة الصحيحة بوضع صح أمامها. ثم الدرس السابع حرصه أو حرصه على الأذكار الجامعة، صفحة 78. هننتقل إلى حل النشاط رقم 2، وما الآثام تتبع ترك الإنسان المسلم ذكر ربه. الدرس الثامن فضل الذكر، الصفحة 80. ثم أنواع الذكر، تعرف على أبي موسى الأشعري، وحل النشاط رقم 1. نشاط 2، الصفحة 82. التقويم مميز العبارة الصحيحة وضع علامة صح أمامها، والعبارة غير صحيحة وضع خطأ أمامها. كذلك الأمر، الدرس التاسع مكانة المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حل النجاط 1، الصفحة 85. أما التقويم فاختيار الإجابة الصحيحة، الصفحة 86. والدرس العاشر عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالمساجد وحرصه على نظافة المسجد، حل النشاط 2 والتقويم دور المسجد في المجتمع وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة المسجد. الدرس 11 فضل بناء المسجد مما يستفيد من هذا الحديث، وحل النشاط رقم 1، الصفحة 2. ثم ننتقل إلى النشاط 2، ويكون جواب تحفيظ القرآن الكريم. ثم التقويم واختيار الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح أمامها. ننتقل إلى الدرس 12، تحية المسجد. ثم النشاط 1، حيكون جواب النشاط الصيفي، وهل النشاط رقم 2، التقويم استنبط فائدة بناء المساجد في الدنيا. أما الأسئلة العامة للوحدة الثانية والأخيرة، الصفحة 96، اذكر ثلاثة من فوائد المداومة على العمل الصالح. ماذا تعلمت من هذه الوحدة؟ الصفحة الأخيرة في كتاب الحديث والسيرة، الصف 5 الابتدائي.